أهلا بكم، نادي من 9 أشخاص يريدون اختيار مجلس من 3 موظفين، الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر. كم عدد الطرق لاختيار المجلس من 9 أشخاص؟ الآن سوف نفرض أن الشخص الواحد لا يمكن أن يشغل أكثر من وظيفة. إذا قمنا باختيار الرئيس، فإن هذا الشخص لا يعود صالح ليصبح نائب الرئيس أو الأمين، لذا لنفكر فقط بالمواقع المختلفة. إذا لدينا الرئيس بريزيدنت، ولدينا نائب الرئيس فايس بريزيدنت في بي، ومن ثم لدينا الأمين سكرتاري. الآن لنقل أننا سنختار الرئيس أولا، هذا فعليا لا يهم، لنقل أننا سنختار موقع الرئيس أولا، وليس لدينا أي موقع آخر بعد. كم عدد الاحتمالات للرئيس؟ حسنا، النادي يحتوي على 9 أشخاص، إذا لدينا 9 احتمالات للرئيس، سوف يكون لدينا 9 احتمالات للرئيس. الآن سوف نختار واحد من هؤلاء التسعة، سوف نأخذهم خارجا للوظيفتين المتبقيتين، أليس كذلك؟ لأن أحد ما سوف يصبح رئيس، أحد التسعة سيكون الرئيس، لدينا 9 احتمالات، لكن أحد هؤلاء التسعة سيكون الرئيس، لذا نأخذ هذا الشخص جانبا، هو أو هي الآن الرئيس. كم عدد الأشخاص المتبقيين لنائب الرئيس؟ حسنا، الآن لدينا 8 أشخاص لنائب الرئيس، 8 احتمالات، الآن هو أو هي أيضا نأخذه جانبا. الآن كم عدد الأشخاص المتبقيين للأمين؟ حسنا، الآن لدينا فقط 7 احتمالات لأمين السر. إذا أردنا التفكير بشأن كل الطرق المختلفة لاختيار مجلس من 9 أشخاص، اختيار مجلس من 9 أشخاص، لدينا 9 للرئيس ضرب 8 لنائب الرئيس، 8 لنائب الرئيس ضرب 7 لأمين السر. ليس علينا القيام بها بهذه الطريقة، يمكننا أن نختار الأمين أولا، عندها سيكون له 9 احتمالات، ثم يمكننا اختيار نائب الرئيس وسيكون لديه أيضا 8 احتمالات، ثم يمكننا اختيار الرئيس أخيرا وسيكون له 7 احتمالات فقط. لكن بأي طريقة سنحصل على 9 ضرب 8 ضرب 7؟ وهذا هو، لنرى 9 ضرب 8 يساوي 72 ضرب 7، إذا 9 ضرب 8 يساوي 72، 72 ضرب 7 هو 2 ضرب 7 يساوي 14، 7 ضرب 7 يساوي 49، زائد 1 يساوي 50، إذن 504 طريقة ممكنة لاختيار مجلس من نادي مكون من 9 أشخاص فقط. إلى اللقاء.